اهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامجنا انتي ثروه. طبعا النهارده موضوع حلقتنا مهم جدا جدا جدا، بيهم كل بيت مصري في طالب او طالبه في الثانويه العامه، وخصوصا في الوضع الراهن اللي احنا فيه دلوقتي مع انتشار فيروس كورونا. فطبعا لازم يبقى فيه اجراءات احترازيه شديده جدا من الام قبل الامتحان وبعد الامتحان. وكمان احنا يمكن معالي وزير التربيه والتعليم امبارح طلع قال ان احنا اهتمينا بالاجراءات الاحترازيه للطلاب في اللجان، ولكن وزاره الداخليه مش مسؤوله عن التعامل مع الامهات. ومع ذلك مع شده الازدحام وصعوبه انتشار الفيروس بالشكل اللي احنا شفناه امبارح، قررت وزاره الداخليه انها تتعامل مع الامهات. النهارده هنناقش مع ضيفتنا اللي منورانا في الاستوديو دور الام اتجاه ابنائها اللي هم في الثانويه العامه، ازاي تعمل ايه في بيتها قبل فتره الامتحان وبعد رجوعه من الامتحان، وهل هي مع ولا ضد ذهاب الام مع ابنائها لامتحان الثانويه العامه. وده كمان بيساعد على انتشار الفيروس، فلازم ان احنا كلنا نخاف على بعض، لان خوف الام على ابنائها لا يقل عن خوفنا كلنا على بعض. وكمان ان هي لو قعدت في البيت وخافت عليه هيبقى افضل من انها تنزل معاه وتروح معاه الامتحان. مش هيفرق كتير، لكن هيفرق في حاله واحده بس، ان احنا هنحافظ على بعض، هيبقى في نظام، هنحافظ على ان الفيروس ما ينتشرش، لان هي لما تنزل هي وابنها او بنتها فده بيساعد على انتشار الفيروس. والنهارده هنناقش موضوع دور الام والابناء في الثانويه العامه مع ضيفتي اللي مشرفانا في الاستوديو دكتوره سوزان احمد علي، خبيره تربويه مفكرة وتعليمية ومسؤولة التعليم التابع لمكتب جنيف. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك، شرفتينا. الله يخليك، شكرا. النهاردة يا دكتور طبعا إحنا عارفين إن كل بيت دلوقتي عنده حاجة مهمة جدا، وهي لو هو عنده طالب في الثانوية العامة أو طالبة في الثانوية العامة، إيه دور الأم في الإجراءات اللي المفروض تتخذها اتجاه أبنائها قبل فترة الامتحان؟ طبعا أنا لما هتكلم، قبل ما أتكلم بحكم تخصصي، أنا بتكلم بحكم إن أنا أم وكان عندي بنت مرت بهذه المرحلة. فدور الأم حيوي قوي، هو العمود الفقري في العملية التعليمية في هذه المرحلة، خصوصا في الوضع الراهن اللي احنا فيه وهي جائحة كورونا. بالضبط. قبل ما ندخل على دور الأم، أنا عايزة أقول لأولياء الأمور إن امتحان الثانوية العامة كان لازم إن هو يتم، ومفيش اي بديل او خيار ليهم غير ان هم يعملوا امتحان الثانويه العامه. كان في يعني توجيهات كتيره قوي واراء كتيره ان هم عايزين ان هو يتاجل امتحان الثانويه العامه علشان كورونا، ويعني يخف شويه ويقل شويه. اقول لكم طب انتوا ضامنين منين ان كورونا لو اتاجل هيقل؟ او بل بالعكس، رب ضاره نافعه. صح. فدلوقتي افضل من بعد كده. تاني حاجه، الثانويه العامه مرحله مصيريه، يعني لازم يتم. هي دكتور مرحله مصيريه ومقلقه في طول عمرنا، طول عمرنا، يعني ده مش جديد علينا. أيوة. بس الجديد ان في فيروس موجود في كل البلاد، واحنا من ضمن البلاد دي ومنتشر، واحنا بنحاول ان احنا ما نخلوش ينتشر اكتر من كده. تمام. فدور الام هنا بقى مهم جدا. اول حاجه، دور الام في البيت لتوفير الجو النفسي في البداية، إن هي تأهل أولادها سواء ولد أو بنت لإن هم امتحان الثانوية العامة، امتحان ثانوية عامة خاص لأنه في ظل جائحة كورونا. صح. فلازم إذا كنا زمان أو في السنين اللي فاتت بنأهلهم نفسيا إيراد، لا نأهلهم نفسيا 24 إيراد. صح. فلازم إحنا شخصيا يكون الجو النفسي بتاعنا كأولياء أمور وكأم هادين قدام ولادنا، نحسسهم ان الامور عاديه. صح. احنا هنعمل اللي علينا يا ولاد والباقي على ربنا. صح. تاني حاجه، نهتم جدا جدا بالناحيه الغذائيه، لان احنا في الفتره اللي احنا فيها دي محتاجين غذاء صحي. صح. محتاجين مشروبات حتى صحيه. صح. محتاجين جو نفسي هادي، محتاجين نقوي جهاز المناعي كمان علشان نقدر نقاوم الفيروس. طبعا لازم في بعض الاغذيه الصحيه اللي بتقوي المناعه وفي نفس الوقت تقوي الذاكره، وفي نفس الوقت تديهم نوع من انواع الريلاكس. صح. في حاجات كتيره طبيعيه جدا جدا احنا ممكن نقدر نديها لاولادنا. فالام مين اللي عليها كل ده؟ الام. الام. تاني حاجه، طبعا احنا بنطهر بيتنا حلو جدا، وبناكد على الاجراءات الوقائيه زياده عن اللزوم في البيت نظرا للوضع الراهن. تمام. فياريت كمان احنا نهتم باولادنا من ساعه ما يخرجوا من باب البيت لحد ما يروحوا الامتحان.
ايه بقى الاجراءات اللي لازم تتخذ يعني تتخذها الام اتجاه ابنائها قبل خروجهم للامتحان؟ اول حاجه لازم تديهم حاجه غذائيه ريفرشمنت، يعني مثلا ايه، تعمل لهم ريفرشمنت عشان الذاكره، يا اما كوبايه لبن ده لازم، يا اما كوبايه زبادي وعليها معلقه عسل ابيض، ده لازم ضروري. وطبعا يا ريت يفطروا قبل ما يمشوا، فطار ياكلوا حاجه خفيفه. تاني حاجه مهمه جدا، لازم يبتدوا يومهم اول ما يصحوا من النوم انهم يصلوا، لان الصلاه بتهدي النفس، يصلوا ركعتين او اذا كانوا صحيوا في الفجر يصلوا الفجر عشان تدي نوع من انواع هدوء النفس. وبعدين كل واحد ينزل من بيته معاه الاجراءات الوقائيه، الماسك بتاعه معاه، الجلافز بتاعه في ايده، الكحول في الشنطه معاه او في المحفظه بتاعته او في الدوسيه اللي هو رايح بيه. تمام. لازم ينزل من بيته مؤمن، ما ينتظرش تامين في مكان تاني، بحيث لو حصل اي اخفاق او خلل هو مؤمن. هو مؤمن. طب دكتور انا هقطع كلامك بس وهناخد اتصال. أهلا. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. سياده اللواء سامي الخولي. اي يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك يا شريف. الله يسلمك. اهلا بحضرتك. سياده اللواء، احنا بنتكلم دلوقتي في الاجراءات الاحترازيه اللي لازم الام والدوله يتخذوها في فتره امتحانات الثانويه العامه للطلاب. طبعا يعني ده احنا في فتره حرجه، ربنا طبعا يوفق كل الاولاد والبنات يا رب ويفرح اولياء الامور بيهم، ولكن في بعض الامور لازم نلتزم لصالحنا ولصالح ابنائنا. صح. اولا انا بس الاول بقول كل التحيه لقناه الصحه والجمال. ربنا يخليك، شكرا يا سياده اللواء. شيرين الله يخليك. معانا دكتوره، معانا دكتوره سوزان كمان. طبعا الاستاذه يعني الدكتوره خبيره سوزان، خبيره تربويه ومفكره. طبعا الاستاذه سوزان طلبه، طبعا هي خبيره تربويه وست لها ثقل، والحقيقه لها راي يعني يحترم، دايما بتكتب على الفيس وتتواصل مع الوزير ومع الناس ومع اولياء الامور، وهي الحقيقه لها باع طويل جدا في العمليات التربويه، وبتحاول تساعد الابناء واولياء الامور، هي همزه وصل الحقيقه، وربنا يديها الصحه. شكرا شكرا يا سياده اللواء. انا بس يعني اولا يعني بنشد على ايدي رئيس الجمهوريه السيد عبد الفتاح السيسي في هذه الظروف الصعبه لما يحدث في ليبيا وسد النهضه. ان شاء الله هو قدها، وهو راجل له خبره طويله وسياسي هادي، وان شاء الله تعدي مصر الازمه، وازمه كورونا ان شاء الله نعديها برضه على خير، لكن الناس لازم تتاقلم، وخاصه في التربيه والتعليم واولياء الامور. صح. اولياء الامور انا بترجاهم، انا ولي امر برضه، وانا اكثر من 18 سنه مجلس امنا التربيه والتعليم، وعندي بناتي وعندي احفادي وعندي ولادي وتخرجوا، اقسم بالله انا عمري ما رحت البنت ولا الولد المدرسه الا اوقفت عليه او اطمن على مستقبله، لكن ما رحلوش اصلا عند الباب. الحقيقه احنا دلوقتي في موضوع كورونا، احنا شايفين ان كورونا ده خطر بيحدث لينا كلنا، لازم نتفادى الموضوع ده، وبلاش الزحام واللي حصل امبارح شفناه على التلفزيون. فعلا والله يا سياده اللواء، امبارح كان زحام غير طبيعي. وطبعا ده بيساعد على انتشار الفيروس. طبعا طبعا احنا نتعشم يعني بنربى بنفسنا وبنقول للاهالي لو سمحتوا يعني عشان خاطركم انتوا وخاطر ابنائكم، اولا زيارتكم ليهم عند الباب دي بتخليهم اعصابهم مشدوده بالظبط، يعني ومش هتضيف حاجه يا سياده اللواء خالص. يعني حضرتك حتى وحتى المدرس اللي هو بيساعدها ولا حاجه يروح يستنى عند اللجنه. صح. حضرتك مش هتعمل حاجه بعد ما تطلع من اللجنه، انت هتقول لها ده غلط وده صح، بالعكس هي خلاص خلصت من الامتحان، هي يعني عايزه تلم الماده دي ورا ظهرها وتبدا تهتم باللي بعدها، فحضرتك ما بتضيفش جديد. كل الحكايه انك بتعمل تزاحم، وده جو ممكن جدا يساعد على نشر كورونا اللي احنا بنقول يا رب نخلص منها يا رب، وان شاء الله يعني ما يصيبناش اي اذى لا احنا ولا اولياء الامور ولا الاولاد. والحقيقه السيد الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، طارق شوقي وزير التربيه والتعليم، الحقيقه راجل محترم من يوم ما جه، وهو رغم كل الصعاب ورغم ازمه كورونا الخطيره الا انه ملتزم جدا جدا جدا. صح فعلا، لانه يعدي المرحلة بولادنا
وهو خد قرارات سليمه جدا في الفتره اللي فاتت يا سياده طبعا اللواء. طبعا وان شاء الله احنا اصل مردود يعني احنا في اخطاء وفي فوائد اكيد، لكن الفوائد اكتر بكتير جدا. احنا دلوقتي بنطور التعليم، التعليم ان شاء الله سنتين ثلاثه هنشوف اولادنا، هنشوف اولاد بجد يصلحوا لسوق العمل، يطلعوا يعني في فرق بين التعليم والتعلم. دلوقتي يعني في طرق جديده جدا للتعليم، ومعاه طبعا نائب الوزير الدكتور المحترم رضا حجازي، هم الحقيقه يعني هم غرفه عمليات مستمره 24 ساعه لصالح اولياء الامور ولصالح ابنائنا. يعني النهارده التعليم بقى غير الاول، تطوير التعليم بما فيه من استراتيجيات التعلم يعني التعليم التعاوني، المناقشه والحوار، لعب الادوار، حل المشكلات. انا بطلع طالب او طالبه قادره على انها تواجه المجتمع وتخش في اي وظيفه هي تدير، يعني ان شاء الله فريق ورش العمل بتتعود يعني ايه فريق عمل، يعني ايه ممكن تحل مشكله. المدرس بيبقى مجرد موجه داخل الفصل، هم اللي بيشرحوا وهم اللي بيناقشوا بعض. يعني الشغل ده كله ده كنا احنا محتاجينه من زمان اكيد، لان المفروض ده بيساعد على تكوين شخصيه متكامله للطفل. اكيد انا بقول لحضرتك المفروض نعدي المرحله دي ان شاء الله، ولما اولادنا يخشوا الجامعه وفعلا يتخرجوا لسوق العمل. وانا الحقيقه يعني بضم صوت الصوت اولياء الامور وصوت وبناشد الدكتور طارق شوقي، رغم اللي هو عامله مع التعليم الفني، انا بقول انه التعليم الفني هو قاطره تقدم الامم. التعليم الفني مهم جدا جدا، صح، وارجو من الاعلام انه يركز عليه وبلاش يسفه الدبلومات او الصنايعيه، لانه ده بيخلي الطلبه اولادنا يهربوا من الصنايع ومن التجاره ومن المؤهلات المتوسطه. الا انه في الدول المتقدمه المؤهل المتوسط مرتبه بيعلو عن المؤهل العالي، لانه في النهايه بيبذل مجهودين، مجهود ذهني ومجهود عضلي. صح بالظبط. يعني التمريض النهارده في الدول اللي بره بتاخد مرتب اكتر من الدكتور. اكيد طبعا. واخد بقى، فاحنا نهتم بالتعليم الفني، لانه احنا لا تقدم في الصناعه في مصر او في اي دوله في العالم الا اذا اهتمينا بالتعليم الفني. انا شايف انه في اهتمام بيه، بس هو الدكتور طارق شوقي مهتم بالتعليم الفني يا سياده اللواء. يا فندم انا بتكلم كمان يعني عن الدراما المصريه لازم تدخل الكلام ده بحيث توصل للناس ان ابنك مؤهل متوسط محترم، مش حد يقول له ده ما نطلعش في التمثيليات او في المسرحيات. لا انا مش انا يعني اسف انا عايز اتجوز ميكانيكي او يعني نستهين بالصنع، لان طب النهارده الشوارع كورونا، لو ما كانش رجال القمامه بيجمعوا القمامه هنموت. صح صح. بالتالي يعني كل واحد في مهنته طالما مخلص فيها صح فهو بيأدي عمل محترم للدوله، والدوله لازم تحطه على راسها. لكن الاعلام يتناول الكلام ده بطرق ايجابيه دايما في الدراما المصريه، يوجهوا الناس بحيث ان بالعكس ممكن اولياء الامور بعد كده هم اللي يجروا عشان يدخلوا اولادهم تعليم فني. صح. احنا داخلين على تطوير وداخلين على مرحله يعني على دوله جديده كبيره قدر سياده الرئيس يحطها في مصاف الدول المتقدمه، واحنا شايفين الانجاز رغم ان احنا بنحارب في ارهاب وبنحارب في مستعمر سايب بلده راح يحاربنا من عن طريق ليبيا، كل الكلام ده الا ان التعمير ماشي على قدم الوثاق. صح. رغم وجود طب سياده اللواء انا ليا سؤال بس يعني عند حضرتك. حضرتك شايف ان الدوله قامت باجراءاتها الاحترازيه على اكمل وجه والاهمال كان من اهالي الطلبه؟ اه طبعا يا فندم، يعني انا كمان حتى حضرتك لو حضرتك جبت كاميرا ونزلت تحت هتلاقي كل المدارس مؤمنه وفي شرطه، واصلا هم دخلوا المدارس كلها طهروها بجانب الكامل، طهروها قبل ما الولاد يخشوها. وفي جوه يعني جوه حتى هتلاقي حد مخصوص ماسك مطهر وبيراقب وبيشوف، لان دول ولادنا اصلا في النهايه، دول ايه؟ ما دول ولادنا. صح ما هم دول مستقبلنا. هم دول ايه؟ الثانويه العامه دول مستقبلنا احنا. صح مستقبل مصر ده المستقبل اللي جاي، دول اللي هيقودوا الدوله بعد كده. احنا بنعد جيل يقدر يقود الدوله. هو ده مستقبل مصر، وربنا يوفقهم ويوفق يا رب. يعني يا رب. شكرا شكرا ليك سياده اللواء سامي، شرفتنا ومسي على اتصالك. شكرا لحضرتك جدا. شكرا سياده اللواء سامي الخولي من مجلس امناء الوزاره، شكرا ليك وشكرا على معلوماتك المهمه.
طبعا كلام سيادة اللواء طبعا بيدل على القصور الشديد من الأمهات وليس من سيادة الدكتور معالي الدكتور طارق شوقي وزير التعليم ولا من وزارة الداخلية. فاحنا برضو عايزين يعني هو دلوقتي كل اللود والتقصير على الأم. بصي حضرتك عشان نكون عادلين برضو لازم نكون عادلين. ما احنا هنقول برضو في تقصير من المدارس. يعني في جزئيه من بعض القائمين في بعض المدارس بالظبط. مش هنقول اجمالا يعني بس لا. في جزئيه على المدارس اللي هي بتقصر زي الامهات. يعني في بعض المدارس التزمت بتوجيهات سياده الوزير الدكتور طارق شوقي لان هو خصص او في تخصيص ميزانيه لكل مدرسه طبعا كل اداره صح. وبعدين من الاداره من المديريه للاداره ومن الادارات للمدارس ففي ميزانيات مخصصه لكل واحد. في ناس كتير التزمت وفي ناس ما التزمتش وهو عادة الشعب المصري. ده طبيعي. ده طبيعي. انا ذات نفسي عندي ولاد في ثلاث ولاد منهم لو انا عندي اربعه ثلاث ولاد ممتازين لكن الولد الرابع لا الولد الرابع صح. لازم اتني وراه صح لازم اتني وراه شيء طبيعي. حتى ابنائك انت شخصيا فيهم الحلو وفيهم الوحش فيهم اللي بيسمع الكلام صح. وفيهم اللي بيسمعش الكلام شيء طبيعي. لكن احنا بنتكلم على النظام ككل النظام فعلا اتبذل فيه مجهود جبار ومحدش يقدر ينكر ده. 24 ساعة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الصحة ورئاسة الوزراء ووزارة الداخلية فعلا شغالين. في بعض السقطات من بعض النماذج صح. النماذج دي هتتحاسب. النماذج دي مش هتعدي كده لأن لا حرام أكيد. مجهود لا أكيد. يضيع. ده الكفة دي. نيجي بقى لكفة أولياء الأمور اللي هي خصوصا الأم. احنا بنتكلم في حلقتنا النهارده عن دور الام. احنا قلنا ان الام المفروض توفر الجو المناسب صح. اثناء فتره الامتحانات في تواجد الاولاد داخل الايه البيت. سواء من اكل صحي او شراب صحي او نفسيا كمان يا دكتور بالظبط. وبعد كده بقى تبتدي المرحله الاخرى اللي هي من لحظه خروج الطالب من البيت. اول صح. حاجه طبعا احنا كلنا شفنا ان تجمعات غير عاديه فعلا امبارح كان في تجمعات غير عاديه في بعض المدارس عشان ما نقولش بنجمع يا جماعه في بعض المدارس في بعض المدارس وده يرجع للوعي بتاع الاسر مش لوعي الدوله لان لا. الدوله قالت ان ما حدش ينزل مع ابنه يروح الامتحان لكن ده ممكن يكون يا دكتور من كتر الذعر والخوف ما انا هقول لحضرتك اولياء الامور على ابنائهم بس يعني انا لا يعني انا مش مع الموضوع ده يعني شيء طبيعي اني انا بقول انا خايفه على اولادي في البدايه ليه يروحوا امتحانات ليه اصلا تنعقد امتحانات الثانويه العامه ناس قالوا كده كتير ليه وتجمعات ليه مش تجمعات طب تمام تجمعات اقوم انا زود التجمعات دي نمره واحد نمره اتنين انت لما تروحي مع ابنك او تروحي مع بنتك لا هو طفل رضيع خالص ولا هو بيبي هيتوه في الطريق صح. ولا هو هتدي له السندوتشات ما بين الامتحانات تاني حاجة انت كده ولا هتساعده في الامتحان يعني بل ولا هتعملي اي حاجة زيادة. هتوطريه لان انت خوفك ووجودك معاه في حد ذاته ده بيوتره شيء طبيعي لان انت اكيد هينعكس عليكي وبعدين عموما يا دكتور كنا زمان بنقول اللي ذاكر ذاكر اللي ذاكر يعني انت مش هتروحي معاه الامتحان فهو هيقف يقرا ورقتين وبتاع فهو لا بالعكس هو لما هيروح خلاص هو تمام هياخد اجراءات الاحترازيه لدخوله الامتحان فخلاص هو بيهيئ نفسيا انه يهدى عشان يدخل الامتحان ده الدور بتاع الام بالظبط لان وتستودعيه ربنا احنا بنستودع صح. يعني احنا بنعمل صح. اللي علينا ونستودعه ربنا. طبعا انت عملتي اللي عليكي وقمت بواجب داخل البيت وخارج البيت اديتي لابنك او بنتك كل الادوات اللي تقيه من المرض صح نعمل ايه اكتر توكلك على الله بقى. ننتظره بقى في البيت بالزبط. ببسمه حلوه بضحكه حلوه ما ترجعيش مع كان حاجه مهما كان القرار ايه يعني نهاية. مهما كان اللي هيقوله ايه كويس وحش إيه. ما ترجعيش مع الامتحان بالزبط. خليه يفضل الامتحان اللي بعده وينام صح. ويصحى وهكذا. المفروض الام ما عليها غير ان هي توفر الجو النفسي تدعي ربنا لولادها تمام تستقبلهم استقبال ببسمه حلوه صح ده المفروض الام لانه مهما كان يعني كميه الخوف والذعر اللي الام فيها يعني مش هيحصل حاجه يعني انت تقعدي في البيت زي ما هتقعدي قدام باب المدرسه بس هيبقى في حاجه تانية انتظارك بره باب المدرسه يبقى في اضرار تانية على كل اللي في البيت بقى صح. يعني انت هتبقي راجعه يعني بعد الشر على كل الناس طبعا لا قدر الله اصابه بفيروس كورونا انت وابنك مع الابناء التانية اللي في البيت مع جوزك مع والدتك مع يعني كل العيله بالظبط انت وراكي اسر كتيره سلسلة جدا سلسله طويله قوي يعني بتاخدي سلسله وراكي كلها كبيره جدا ما لهمش ذنب فلازم يبقى عندنا وعي يا دكتور ده نمره يعني واحد يعني انا عايزه اتكلم أوي. في الوعي ده كمان احنا يعني برضو انا مش بعمم احنا شعب طيب
وجدع وغلبان جدا وبيحب بلده جدا، بس احنا ينقصنا الوعي وعدم الاستهتار بالمشاكل التي تضر مجتمعنا عموما. يعني ما بنديش كل ذي حق حقها زي ما بيقولوا، ما بنديش كل ذي حق حقها. لا، احنا في وضع راهن جامد مؤسف، صح؟ مش علينا بس، ده على العالم كله، نتأقلم عليه خلاص. يعني ده بقى موجود في حياتنا. الثانوية العامة هتمتحنوا ثانوية عامة، يعني هتمتحنوا. ما هم كانوا عايزين يأجلوها. خلاص، طب احنا لو خلاص مش تأجل، فاحنا كده كده يا جماعة ما تتعبوش نفسكم. الامتحانات هتتعمل، أول امتحان راح فاضل 8 امتحانات هيعدوا، ما هيعدوا فيتعملوا بقى نكد عليكم ولا يعدوا بالراحة كده وبسعادة. يعني يا ريت يعدوا بسعادة. وبرضه الأمهات تلتزم القعاد في البيت، أرجوكم يا جماعة الأمهات تقعد في البيت لو بتحبوا ولادكم، صح؟ لو بتحبوا ولادكم، لو خايفين على ولادكم، دول يعني الطفل اللي بيروح ما بيتعوضش تاني. يعني خافوا على اولادكم وخافوا على اسرتكم. وناخد اتصال. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما شاء الله مع حضرتك. اتفضلي. انا معايا بنت في سنه سته ابتدائي. معاكي ابن في سته ابتدائي؟ معايا في سته ابتدائي. في سته ابتدائي. اتفضلي. ما يعني ما عندهمش حاجه في المدرسه، ومع المدرسين ما عندهمش غير يضربوهم ويهنوهم، والواحد المدرسه تضربها على ايدها. يعني تحت الانجليزي ما فيش، تحت العربي ما فيش، بتحت الحساب ما فيش. ده في المدرسه؟ ايوه. يعني في المدرسه ما فيش عربي، ما فيش انجليش، ما فيش اي أيوة حاجه. احنا في اسيوط. في اسيوط. لا، بعد كده يجي يقول العيل ذاكر. طب يذاكر ازاي من غير الدروس واحنا مش قد مصاريف الدروس؟ يعني هو المدرسين بيشترطوا ان الطالب لازم ياخد درس. ايوه، دروس خصوصيه يعني. ايوه، واحنا مش قد الدروس الخصوصيه. ايوه، واحنا مش قد الدروس الخصوصيه. تمام. يعني بنت انا متفوقه، يجي يودي الاستاذ يطلعوه الاول على المدرسه، وبنت لا، وبنت المتفوق عليه. طب ما طلعوهاش متفوقه ليه؟ يعني علشان هي ما خدتش درس خصوصي يعني؟ طب شكرا، شكرا على اتصالك. دي مشكله تانية بعيده عن موضوعنا خالص. مشكله تانية ان هي بتتكلم عن ان المدرسين في المدارس بيشترطوا ان الطلبه ياخدوا دروس، تاخد دروس خصوصيه. ما انا يعني ارد عليها؟ احنا نرد طبعا. طب لازم نرد. اين بقى هنرجع تاني للنهج الجديد للدكتور طارق شوقي؟ النهج الجديد ده بالظبط كده زي ما بيقول لك، ضرب 3 4 عصافير بحجر واحد. الا وهو انا عن نفسي ابني اتعرض للموضوع ده. اللي هو الابحاث. الابحاث اللي الناس اعترضت عليها جدا. بالزبط. جدا بالزبط. لكن دي متوقفه على الضمير. ضمير اولياء الامور، صح؟ على الرغبه الحقيقيه منهم ان ولادهم يطلعوا فعلا شيء مختلف، بكاريزما مختلفه. مش تحت رحمه مدرس، صح؟ مش تحت رحمه اعمال سنه. موضوع البحث ده، اول حاجه دروس الخصوصيه مفيش، صح؟ تاني حاجه الكتب الخارجيه مفيش، لان بنستعيد عنها بجوجل، صح؟ بنستعيد عنها بالمكتبه الرقميه، صح؟ فمفيش كتب خارجيه. تالت حاجه ان احنا عايزين نغير كاريزما الطالب، نحوله من حافظ لفاهم، نديله ثقه بنفسه، صح؟ ناهله ونحط عنده البنيه، بيقيم شخصيته، البنيه التحتيه، ان هو ازاي لما يخش جامعه يفهم يعني ايه بحث، يكتب يعني ايه، يعني يكتب البحث ازاي. فلا بس هو ده بقى انا برد عليها بالنهج الجديد للدكتور طارق شوقي. طيب دكتور، هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا. فاصل واستنونا بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل، ولسه مكملين في حلقتنا مع ضيفتنا اللي منورانا دكتوره سوزان. وطبعا انا يعني احنا بنتكلم من مكاننا هنا، او بناشد من مكاننا هنا كل الامهات ان هم يلتزموا بيوتهم وما يروحوش مع ابنائهم الامتحان. ده مش هيضيف حاجه، بالعكس ده هيزود مشاكل كتيره جدا هتعود على الاسره باكمل. فارجوكم يا جماعه التزموا القعاد في البيت بعد اذنكم، مش عايزين اي تقصير.
حتى لو في تقصير خارجي ما يبقاش في تقصير داخلي وخارجي، يبقى في التقصير في اتجاه واحد، ومع ذلك بيبقى الابن او الابنه واخدين اجراءاتهم الاحترازيه الامنه ليهم، ومع ذلك برضو باكد ان في اجراءات احترازيه واخداها كل مدرسه، اللي هو قياس الحراره، الكمامات، الجوانتيات، كل حاجه واخدينها بتتم قبل دخول الطالب المدرسه، مش قبل دخوله اللجنه كمان. فلو سمحتي كل الامهات والاباء يلتزموا بيوتهم. ونكمل كلامنا مع دكتوره سوزان. يا دكتور احنا يعني انا اعرف ان برضو لحد يعني امبارح كان في برضو حالات غريبه جدا، ان كميه الازدحام والناس برضو مش عايزه تسمع الكلام. طبعا وزاره الداخليه كانت يعني مش رافضه انها تتعامل مع الامهات، ولكن هي ما كانتش مسؤوله عن الموضوع ده، ولكن بعد اللي حصل امبارح قررت وزاره الداخليه ان هم يتعاملوا من يوم الخميس مع الامهات. فحضرتك شايفه ان ده قرار صحيح؟ بصي حضرتك، هو احنا كمصريين بصفه عامه التجمعات واقفه، شوف الشرطه ما بتعمل لهمش حاجه، التجمعات فرقتهم، يا نهار ابيض، شوف بتضرب باولياء الامور، شوف. فكانوا عايزين بقدر الامكان عشان ما حدش يقدر ان هم يتجنبوا، فكانوا خايفين مع ان هم ممكن يقدروا، بس لو حد بس عمل لحد كده شوف لمسوا ده، ضربوا ده، شوف بيعمل ده، بيستخدموا العنف. طلعوا بقى في السوشيال ميديا بقى اشاعات وحاجات مغرضه جدا، واحنا عارفين ان بعض الناس بتحاول تصدر دايما الصورة السلبية أكيد. لأغراض أكيد. ما أكيد. لكن احنا احنا مش ملايكة، لينا أخطائنا، في أخطاء، بس الصح ان احنا شفنا الأخطاء والسلبيات هنصلحها، لكن برضو ما ننساش ان في إيجابيات، ولازم لما نيجي ننتقد حد نبص لنفسنا الأول، احنا أصلا قمنا بالواجب اللي علينا ولا لا؟ صح. ما هي كفتين ميزان، في هنا كافه الحكومه، طالما الاولياء الامور ما قاموش بواجبهم فخلاص وزاره الداخليه بتاخد الاجراءات الاحترازيه. تمام، ما نجيش نقول ان هم الوزاره عملت واحنا طب فين احنا؟ كان الام اصلا نازله من البيت اصلا ما خدتش اجراءاتها، ما قعدتش في البيت عشان تحمي بيتها واولادها. تمام، خلاص يبقى ما تزعلش من اللي بيحصل، بالعكس وبعدين ده امن ليها واسرتها. انا دلوقتي لما الحكومه قالت ان ما حدش يمشي في الشارع من غير كمامه والا في غرامه ماليه 4000 جنيه، يعني اذا انت حضرتك او حضرتك كولي امر وكوليه امر ما ينفعش اصلا تنزلي من البيت انت او ابنك من غير كمامه. لا الا في غرامه ماليه، والشعب بيخاف من الغرامه اكتر من الصحه. اكيد طبعا طبعا، وجعته الغرامه الماليه اكيد، عشان كبيره، لو مش كبيره ما كانتش هتوجعه. فطبعا انت المفروض اصلا تنزلي، فماشي حصل ان في تقاعس ومفيش كمامات ومفيش اول حاجه انت نازله باجراءاتك الروحية. احنا قلنا يا دكتور كمان النزول من البيت للضروره القصوى. القصوى القصوى، لو هي سيده عامله ماشي، لكن لو انت مش سيده عامله ما تنزليش أصلاً من بيتك. في الاب رب الاسره هو اللي بينزل، خلاص يبقى فرد واحد ينزل من بيته عشان الشغل، يودي الاولاد، لكن النزول للضروره، احنا كلنا بننزل عشان شغلنا، لكن لو ما فيش ضروره للشغل احنا قاعدين في البيت، حفاظا على بيتنا وعلى اولادنا من اي امر من انتشار الفيروس، ده شيء طبيعي. اما بقى في حال الثانويه العامه، اول حاجه طبعا انا بنتقد نزول اصلا اب وام مع الاولاد لانهم مش اطفال. بالظبط، يعني معلش انتوا بتروحوا معاهم وهم رايحين يقابلوا اصحابهم؟ لا، بينزلوا يلعبوا ماتش كوره، بتنزلوا لا معاهم؟ طب هم بيروحوا معاهم المدرسه في الاوقات العاديه؟ لا ما بيروحوش. يا جماعه دول رجاله ودي شابات، خلاص على بعدين خلاص يا دكتور، ده هما كده يعني اتكونوا خلاص، يعني السنه اللي جايه بقى جامعه، بعد الجامعه هيشتغلوا واللي هيتجوز واللي هينفع، خلاص طبيعي. يعني الشخصيه اتكونت خلاص، انتوا المفروض تكونوا قدوه لاولادكم، انتوا قدوه لاولادكم. صح، يعني هما طول ما انتوا حاطينهم في ام وخايفين عليهم متوقعين الحاله النفسيه مش هيبقى في شخصيه شخصيتها هتبقى معدومه. تاني حاجه، في بعض المدارس، وطبعا الدكتور طارق شوقي هيحاسب كل واحد فعلا، يعني دي في نقطه انا كنت عايزه اتكلم فيها، ان امبارح حصلت مشكله برضو، ان بعض الطلبه يعني غشوا من بعض، مع ان الامتحان كان سهل جدا، وكان جداً برضو ده المسؤول عن الموضوع ده وعن التقصير ده المراقب اللي كان في اللجنه، فده لازم يحاسب، ده شيء طبيعي، لازم. احنا عرفنا ان الدكتور طارق ان هو قال ان هو هيحاسب وهيحاسب بشده هو وكل طاقم المدرسه. بالظبط بالظبط، لان ده تقصير جامد جدا، وبرده يعني انتشر على السوشيال ميديا وكل الناس اتكلمت. طب يا جماعه احنا بلاش ننشر السلبيات
وننشر الايجابيات، لان احنا بلدنا احنا كلنا بلد واحده وايد واحده، ما ينفعش ان احنا نفضل طول الوقت ضرب نقد. لا، في اكيد ايجابيات، فنحاول ننشر الايجابيات، والسلبيات هتتحل، وكل واحد مسؤول غلط هيحاسب، مفيش حد كبير عن القانون. تاني حاجه برضو عايزه اقولها، الغش. الغش دي اصلا لما نيجي بقى نرجع لها ونتكلم فيها، دي اخلاق من الاسره. اكيد انا علمت ابني او شجعته بطريقه صريحه او ضمنيه على الغش. بعدين عايز اقول لك على حاجه يا دكتور، يعني معلش، احنا دايما بنبقى متخوفين من الامتحانات، بالعكس السنه دي انا يعني ما سمعتش اي شكوى من الامتحان. جه صعب، سهل جدا الامتحان، فيه حاجه يعني الموضوع مش مستاهل ان احنا نغش، طالما الامتحان سهل خلاص ليه نغش؟ يبقى بقى مين من مصلحته يصدر هذه الصوره؟ بالظبط. ده بصي بقى حضرتك، ده واحد مسؤول يعني للاسف، يعني سيء في الضمير وسيء في الاخلاق وسيء في كل حاجه، لان الامتحان ما يستاهلش الغش. بالظبط، يعني السنه اللي فاتت قال لك الامتحانات صعبه، تمام، يعني لو كانوا غشوا السنه اللي فاتت نقول ماشي، يعني اهو الامتحان صعب والطلبه تعبانين جدا، ولكن السنه دي ما سمعناش اي شكوى في صعوبه في الامتحانات. وبعدين يا استاذه شيرين، اصلا انا اللي بيضايقني دايما لما يجي يقولوا ايه، ينزلوا صور الغش يقولوا هو ده التطوير. معلش، ده عيب مين؟ الغش ده عيب الام، عيب الاسره، ده عيب الاسره، يعني ده بيدين الاسره مش بيدين الوزاره. اكيد. هو مين مسؤول عن اخلاق الغش؟ هي الام، هي اللي ربت. الام مدرسه، انت اللي حصدتي. بالظبط، الام مدرسه، انت اللي حصدتي سواء كذب او غش او تنمر او سلوك مشين لابنك او بنتك. مين اللي مسؤول؟ هو هي الام والاب، بس الام الاساس، الام اللي بتعلم، هي بالظبط هي اللي بتزرع البذره، وهي اللي فاضيه اكتر من الاب، وهي اللي قاعده حتى لو بتشتغل، بس برضو طبيعتها وفطرتها كأم. بالظبط. طب هناخد اتصال يا دكتور. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بسلم على ستك السلام على الدكتور. الله يسلمك يا فندم، تشرف باسم حضرتك. ام مصطفى بني شيخ يا فندم. اهلا بيك يا ام مصطفى. مرحبا بيك يا دكتور، اتفضلي. كنت عايزه اتكلم مع حضرتك بخصوص الام والثانويه العامه. اتفضلي يا فندم، انت عندك حاجه في الثانويه عامه يا ام مصطفى؟ انا كانت عندي الحمد لله ثانويه عامه، وخلصت الحمد لله، اصغر حد في الولاد الحمد لله خلص هندسه. الحمد لله رب العالمين خلصه الحمد لله. طب الحمد لله، الحمد لله، ثلاثه الحمد لله خلص، اللهم لك الحمد. بس كنت عايزه اقول لحضرتك، احنا نقول مين اللي صدر جوانا رعب الثانويه العامه؟ احنا بنتكلم، بتتكلموا في دلوقتي اللي هي الام والثانويه العامه والكورونا. احنا مين اللي صدر جوه الاسره المصريه والشعب المصري عموما رعب الثانويه العامه؟ للاسف احنا بعمرنا ما سمعنا في كل البلاد العالم يا فندم رعب ثانويه عامه الا هنا في مصر. يبقى اكيد في منظومه غلط صدرت لنا الرعب جوانا. احنا ثلاث ارباع الولاد الثانويه العامه المتفوقين مرعوبين جدا، بيجوا في اخر شهرين مخهم اتمسح خلاص. الداتا بتاع مخهم اتمسحت من كتر الرعب اللي عند اولياء الامور قبل ما عند الطالب او الطالبه. يبقى مين الفندم اللي صدر لينا الرعب الثانويه العامه؟ احنا مش هنقول تجمعات، ومين اللي بتلاقي في الدول العربيه والدول ما فيش حد اسمه ثانويه عامه ولا تجمعات على 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 بابين مدارس؟ دي حاجه نابعه مننا كاولياء امور، يعني حاجه بؤرة الله شعور ان احنا لازم نروح مع اولادنا، خوف مننا. تمام، انا مع حضرتك يا ام مصطفى، بس هل حضرتك يعني انت لو قعدك في البيت وانت خايفه هيقل عن مروحك مع الامتحان وانت برضو خايفة عليه؟ يعني يا فندم ما احنا نرجع للرؤساس، المنظومة بتاعت الثانوية العامة غلط من الاصل. احنا لو رجعنا لمنظومة الثانوية العامة والتعليم الثانوي العام، منظومة اللي غلط من الاول. ما يا ام مصطفى، انت عارفة ان ان ان, ان الثانوية العامة دي تحديد مصير للطالب خلاص، يعني ده بعد الثانوية العامة بيبتدي ان هو يتجه في اتجاه تاني خالص. طيب اشكرك يا ام مصطفى. طبعا هي يعني احنا برضو بنتكلم، هي بتتكلم في حته ان احنا طول عمرنا عاملين الثانويه عامه قيمه جامده جدا، وطبعا ده غصب عننا، لان ده تحديد مصير لكل الطلبه، لان هو بعد كده بينتقل لمرحله تانية خالص مختلفه في حياته، في تكوين شخصيه تانية خالص. فطبعا طبيعي ان كل ام وكل اب بيبقوا خايفين وقلقانين. سريعا كده يا دكتور، ادينا نصيحه كده نقولها للامهات واولياء الامور.
في فتره او في المرحله اللي احنا فيها في انتشار فيروس كورونا لطلاب الثانويه العامه. دلوقتي انا بنصحكم سيبنا بقى من بابع الثانويه العامه، احنا ما بنتكلمش على ثانويه عامه، احنا بنتكلم على ثانويه مميزه. صح. في ظل الوضع الراهن. بالظبط. ما ندخلش الخطوط في بعضها يا مصطفى. يعني خلينا نتكلم في الظروف اللي احنا فيها دلوقتي يعني. ان اول حاجه طبعا زي ما قلنا، اول حاجه اهتموا وحطوا كل اهتمامكم ومجهودكم في انكم تاكلوا ولادكم اكل صحي، تعاملوهم معاملة نفسية لائقة مع الوضع الراهن. صح. يعني احنا اتنين، عندنا اتنين ثانوية عامة وفي نفس الوقت كورونا. صح. فلازم يبقى انتوا ذات نفسكم مؤهلين نفسيا، لازم انتوا تدربوا نفسكم انكم تبقوا قدوة قدام ولادكم، عشان هم بياخدوا منكم كل حاجة. صح. كل حاجة بياخدوها منكم. تاني حاجة، ينزلوهم من البيت، ينزلوهم مش ينزلوا معاهم، متخذين اجراءاتهم الاحترازية كاملة. ملناش دعوة بقى بأي حد، بحيث حصل عندهم فرقوا عليهم كلمات خير وبركة، واخد إجراءاته الاحترازية ومؤمن، ده لازم، وكله على الله يا دكتور. ونستودعهم الله. بشكرك جدا يا دكتورة، شرفتينا ونورتينا. شكرا دكتورة سوزان أحمد علي، خبيرة ومفكرة وتربوية وتعليمية ومسؤولة التعليم التابع لمكتب جنيف، شرفتينا ونورتينا، ويا رب إن شاء الله نعدي المرحلة دي على خير. ربنا يحفظنا جميعا يا رب. ربنا يحفظ شعبنا بخير يا رب، وسلام، ومصر أم الدنيا. بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، وبشكر كل زملائي في الكنترول والاستوديو، وبشكر مخرجنا الجميل وليد عمارة، وبشكركم كنتم معاكم شيرين شاوي.